ابتعد عن الشاطئ. سام! سام أتسمعني؟ ربما أبعد قليلا. يا سام! سام! سام أنت هناك؟ لله صندوق الإمدادات. يا إلهي! بالطبع ضاع كل شيء. إشارة جيدة، ربما أخذها سام. ومن الناحية الإيجابية، لا يمكن فقدان أي شيء آخر، حتى حياتي. أكلم نفسي، هذه أولى علامات الجنون. أنا بخير. لهذا المكان. اللعنة! يجب أن أستمر. Ah!
This. I. Sic parvis magna. Sam. هيا أين أنت؟ لا حسنا سنصعد إلى الأعلى تفت
هذا طريق طويل، طويل جدا. Rafe. أين سنذهب الآن؟ هذا لا يطمئن. أوه أوه أوه.
هذا منعش. أهلا. هذا الحذاء حظ سيء ها؟ بهذا الحذاء لن تحتاج لهذا هذا يفلح رأيت شيئا حركة عند خط الأشجار الأشغال كثيفة هناك تتحرك كلها لا أرى أي شيء اللعنة اسمعوا جميعا انذار كاذب لكن انتبهوا تبان ما هذا من الذي رأوه إذا حسناً إذن Thank you.
حسناً، إلى أين؟ اللعنة على هذا! ما هذا؟ واو! هذا سوداوي جدا. يبدو أن حظ طاقم بيرنز في العثور على الكنز كان مثل حظي. هذه ما لا 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 اللعنة. كدت أقتلك يا أخي. سام، أنت بخير؟ نعم، أمر معتاد بالنسبة لي. تسعدني رؤيتك حيا يا أخي. هيا، هناك كنز لنجده. انتظر يا رجل. ماذا نفعل؟ ماذا تعني؟ فقدنا مؤننا في أعماق المحيط الهندي. إذن فلنسرق بعض المؤن من جيش نادين. والمشكلة الثانية، نحن نواجه جيشا، ونحن صامدون حتى الآن، ونحن منعزلون في مكان مهجور. كنا نحاول الوصول إلى هنا. نحن كانت لدينا خطة هروب. حسنا، اسمعني، اقتراح جنوني. فلنهبط إلى هناك ونجهز أحد قوارب ريف. القوارب تنتظر. أتعرف ماذا نفعل؟ نشتري حياتي ثانية، ونفعل ذلك بالتوغل في تلك الغابة والعثور على ليبرتاليا. هل رأيت إشارة تدل على مستعمرة قراصنة؟ لأنني لم أرى واحدة. ألا تعتقد أنه فات أوان الشك؟ أيمكننا أن نضع في الاعتبار احتمال أن فكرة إيفري عن أرض أحلام سرية لم تنجح؟ وربما أننا غارقون في عالم خيالي، بينما علينا البحث عن وسيلة واقعية لإنقاذك. سأفتش هذه الجزيرة شبراً شبراً إن اضطررت حتى أعثر على الكنز. إن كنت تشعر بالحيرة فيما يخص ما نفعله، عد إلى المنزل يا نيثان. مهلاً، انتظر، يمكنني العودة؟ هل تمزح؟ هل تعرف ما خطرت به لأصل بك إلى هنا؟ ماذا عما خطرت أنا به؟ فهمت؟ آخر 15 سنة لا من حياتي. لا علاقة لهذا بما نحن فيه. بل هو أساس ما نحن فيه. ماذا؟ زلت تريد العودة؟ فلنرى ماذا سنجد. ما
من هنا. سام هنا. قادم. لا أحد هنا. مر هذا المكان بأوقات أفضل. ها، يحتاج السطح لإصلاحات. سام من هنا. نعم هذا لن يحدث. نيثن، أعتقد أنه يوجد طريق هنا. الطريق من هنا يا نيثن. مترب. حسنا، لقد عبرت. من هنا يا نيثن. هذا الزحف مفيد لعضلات جسدي. شعور جيد أن أفرد جسدي. كما قلت. صندوق، عندي فكرة. هيا بنا. حسنا، نحن جاهزون. سترغب في رؤية هذا. ماذا ترى؟ لا منازل، شارع واسع. من الواضح أنها منطقة تجارية. نعم، شكرا لك يا نيثن. هيا، ماذا ترى؟ تريد سماعي وأنا أقولها؟ أريد سماعك تقولها. حسنا. ليبرتاليا. ليبرتاليا. الأرض الأسطورية المفقودة منذ وقت طويل اكتشفها بعد 300 سنة سامويل دريك وشقيقه الأصغر الأقل وسامة الذي كان مرافقه في المهمة بالمصادفة. كنت أعرف أنك ستنجح يوما ما. ليست أول مدينة مفقودة أجدها. شش، فقط تمتع باللحظة. من أين تريد البدء؟ ماذا عن ذلك المبنى هناك؟ أتعني المبنى ذا الحراسة الضخم؟ نعم، لنعرف ماذا كان يحرس. يناسبني هذا. هذا عني، أنا عاجز عن الكلام. اللعنة يا نيثن. أهكذا تعجز عن الكلام؟